على أي حال خلينا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية اللي هنبص فيها على شوارع القاهرة وباقي المحافظات. خلينا نبدأ دلوقتي جولتنا من ميدان عبد المنعم رياض. ميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة. في شوارع تانية هنلاقي فيه سيولة مرورية واضحة. على طريق الكورنيش مثلا هنلاقي فيه كثافة نسبية جاية من منطقة المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد. كورنيش أيضا المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية البسيطة. مناطق يعني زي كورنيش النيل بتشهد ازدحام متوسط في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل، مناطق الملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي إلى المعادي وحلوان فبيشهد بعض الازدحام النسبي. لو رحنا على كوبري اكتوبر هنلاقي هناك كثافات مرورية متحركة، هذه الكثافات المرورية المتحركة بتفضل مستمرة لغاية ميدان العباسية، وهنفضل ماشيين لغاية اتجاه غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي أيضا سيولة مرورية، ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة وصولا إلى المنصة. محافظة الجيزة هنبدأ فيها من الطريق الدائري، الطريق الدائري كلنا عارفين بيشهد غلق كلي تام، غلق كلي جزئي في اتجاه القادم من المنيب اتجاه وسط المروطية والطريق السياحي. في بعض التحويلات المرورية هناك وكلنا عارفين ان هي يعني عاملة بعض الأزمات المرورية في هذه المنطقة. طبعا عمليات الغلق للطريق الدائري ليها بعض التأثيرات الممتدة على شارع الهرم المغلق جزئيا بسبب أعمال إنشاء مترو الأنفاق. أيضا نفس الشوارع القريبة زي نصر الدين فيها برضو بعض الكثافات المرورية البسيطة، لكن حركة المرور في أغلب شوارع الجيزة الكثافات طبيعية فيها وفق ساعات الذروة، يعني هنلاقي كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاء وإمبابة. بالنسبة لمحور صفط اللبن فبيشهد كثافات مرورية طبعا بطبيعة الحال هتزيد لاتجاه جامعة القاهرة. لو رحنا لمحافظة القليوبية، لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش اي كثافات منه. على الطريق الدائري ومحور الفريق العصار نفس الكلام، واللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات من رجال المرور لسحب أي كثافات مرورية تظهر بهذا الطريق ولمنع ظهور أي زحام مروري بهذه المناطق. هنكمل جولتنا المرورية مع محافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة، وهتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد أيضا سيولة مرورية نسبية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لغاية آخر الشارع. خلينا نستعرض دلوقتي مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. طقس النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، ومائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 29 درجة، وأقل درجة هتكون في مطروح 26 درجة، والعظمى في أسوان 36 درجة وهي أعلى درجة حرارة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل ولكن بعد شوية.